الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين والمشاهدات دياولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله كلكم تكونوا على خير وبخير، ومبروك عيدكم والله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة يا ربي، وطول العمر وشي رزيق والشفاء والغفران، اللي مريض الله يشافيه، واللي صحيح الله يزيد له، واللي خدام الله يعاونه، واللي يطلب شي طلبة الله يجعل سيدي ربي يوفيها ليه في هاد العواشير ويفرحوا، والله يفرح الجميع أمة سيدنا محمد كاملين، والله يفرح وليدات المسلمين، والله يحجبهم ويحفظهم كل واحد، الله يفرحه، الله يوفي لكم ما تمناو. حنا دابا رحنا غاديين لواحد الصديقة ديالي ان شاء الله، غادي نمشيو ندبحو تما عندها ان شاء الله، عندها الشجر برا، عندها تما فين ندبحو فين نسلخو وتسع، ومرحبا بكم معانا، وكنطلب منكم واحد الطليبين مسلمين يا جميع المسلمين فين ما راهم وفين ما راه اللي يسمع هذا الفيديو، يطلب معها ربي، راها عيانه مسكينه مريضه وعندها وليداتها صغار، يطلب لها ربي يجيب لها الشفاء العاجل ان شاء الله، واللي يتفرج لهذا الفيديو يدعي معاها، وكنطلب منكم هاد الطلبه الدعوه معاها كاملين باش ربي يشافيها لوليداتها ان شاء الله. ومرحبا بكم معنا، وتابعوا معنا ان شاء الله حتى الاخير الفيديو، وداك الشيء راكو عارفين الروينه ديال نهار العيد غادي نشاركوها معاكم، ومرحبا بكم معنا، وتابعوا معنا حتى الاخير الفيديو. وهنا خواتاتي فين وصلنا، وهانتوما تشوفوا راه ربعاد الحواله هنايا اللي ذبحناهم، غادي نذبحوهم ان شاء الله. راه عندنا هنايا ربعه ديال حمايه وواحد الصديقه، وهاد الصديقه اللي ذبحنا عندها، وكاملين غادي نذبحوهم. وها حنا خرجناها على برا، هانتوما كيما تشوفوا هنا زوج ديالي غادي يذبحوا، من حيت عندها هنايا هاد الشجر وعندها التسع فين ذبحناها، هانتوما تشوفوها هو الزوج ديالي بدا يسلخ هنا فين ذبحو، راه بدا يسلخ، وغادي نشوطو الريوس ديالنا هنايا في التسع وكلشي. المهم الحمد لله هنايا واحد التسع زوين، واللي بغا يذبح هنايا هاد البلاصه فيها التسع والماء وداك الشيء حسن من الدار، وعارفين في الدار ديك الذبيحه كترون. وهانتوما تشوفو ذبحنا واحد اخر، المهم بربعه غادي نذبحوهم ان شاء الله، وراكو عارفين الروينه ديال نهار العيد غادي نشاركوها معاكم، ومرحبا بكم معنا، وداك الشيء اللي درناه غادي نشاركوه معاكم. وهنا هي دي مسكينه دايره النار باش نشوطوا الريوس ونشويو الكبده، ها هي مسكينه اللي غدعاو معاها، والله يجعل سيدي ربي يشافيها لوليداتها. شوفوا تبارك الله، تزيدوا هاد الفكره في راسكم، هاد الراس كدير له العمود في الفم وكتشوط، وفي الساع شوطناهم، ها هي مسكينه هي اللي شوطتهم. ها انتم ادعوا معاها يشافيها ربي لوليداتها ان شاء الله الشفاء العاجل في هاد العواشير، واللي سمع هاد الفيديو برحمه الوالدين يدعى معاها. ها انتم راه في الساع شوطنا هذوك الريوس مع النار من الجهده، شوطنا تما وغسلنا تما وجمعنا كل شيء ودينا حويجاتنا نقيين، الله ينقيها من كل حاجة إن شاء الله، الله ينقيها من المرض ومن أي حاجة، ويخلي لها صحتها لوليداتها. هانتوما شوفوا تبارك الله، بحال هكا راه كاع في الساعة كتوجدوا داك الشي مع الكرعين ومع داك الشي كلشي، شوطناه تما ومشينا. أنا ما عرفتش في الحقيقة نشوط بحال هاد الشي، والله ما عرفت، هي مسكينة اللي شوطتهم. حنا عاود هو العيد ديالها راه حنا ذبحناه، ودابا راه حنا غادي نسلخو إن شاء الله. ايوا حنا شاركنا معاكم هاد الشويه، وانتم قبلوا علينا
ومرحبا بكم معنا. هذا هو العيد ديال اوروبا، وراه غير بحالو بحال المغرب، غير كيف كيف. حتى هنا كنسلخو ونديرو كلشي في ديورنا. انتو ما تشوفوا وهنايا فين كنغسل انايا الدواره ديالنا، هي هادي كنغسل الكرشه كما تشوفوا. كلشي غسلناه هنايا وديناه نقي. هانتوما رحنا شاركنا معكم اي حاجه درناها، رحنا شاركناها معكم، وراكم عارفين الفيديو نتاع نهار العيد كي داير، راه غير كنشاركو معكم وصافي. الحاجه اللي درناها رحنا شاركناها معكم، نقيه ولا ماشي نقيه، الدواره والروينه والنار والريوس، ونشاركو مع المشاهدين ديالنا. ومرحبا بكم معنا، وديروا لنا شي بصيمه فضلا ليس امرا، وبارطاجيو مع احبابكم مع اصحابكم. ايوا ها نتوما تشوفوا، بقات غير الدواره والريوس دركو يتغسلوا. ها كما تشوفوا شاركنا معكم كامل داكشي اللي درناه، وتابعوا معنا حتى الاخير الفيديو. هنا يا خواتاتي فين كنت كنغسل ديك الريه، راني درت فيها التيو. هانتوما كما تشوفوا الريه كندير لها بحال هكا، كنعمرها بالماء، وديك الساعتين كتبان لكم الريه بيضه. الا صبطوها بيضه راه ما فيها حتى شي مرض ولا شي حاجه، ولا بصح الا كانت مريضه راه كتبان لكم مريضه ملي كتعمروها بالماء. هادو هما الريوس اللي شوطناهم كما تشوفوا، راه مازال ما تغسلوش. وهنا راه حنا درنا الكبده التشوى، واخو درتها راه ما كليناهاش هنايا، مشينا حتى للدار ديالي، عاد تما كملنا في الدار ديالي، علاش كنت مخليه وليداتي في الدار. ايوا ما كليناش تما. هذا هو الراس راني غسلته. هنا خواتاتي فين مشينا للدار، الكبده راه حنا شويناها تما، ودابا راه حنا مشينا لدارنا. هنا كما تشوفوا راه الزوج ديالي كيقطع الكبده باش يدير بو الفاف. ها نتوما كما تشوفوا، وقطعنا اللحم درناه في الفران. هنا غادي نشاركوه معكم ان شاء الله. ايوا راه حنا شاركنا معكم داكشي اللي قسم الله، والله يدومها نعمه علينا ويحفظها من الزوال يا ربي. هنا راه في فين دارها في كيسميتو، دار بو الفاف في الصينيه، راني درتو ديريكت في الفران، ما درتوش في الشوايه. واللحم ها هو راه باغي يقطعو نديرو في الفران كيما تشوفو. هو شاركنا معكم داكشي اللي قسم الله، هنا فين كيقطع اللحم باش نشويوه. انا راني ما كنديرش الدواره نهار العيد،
ولادي ما كيبغيوش، كيبغيو الشواء. احنا قطعنا وشوينا اللحم باش تغدينا. انا الدواره راني كنخليها حتى يتسالى العيد على خاطر، وعاد كنولي نجبد الدواره والراس. ها هو اللحم اللي قطعناه، انا غادي نديره في الفران. ما درتش الفاخر وما درتش الشوايه على حقاش كنبغيو نطيبو باش نخرجو. هذا هو العيد ديالنا كما تشوفوا، راني علقتو برا في الحوش. هانتوما ايوا داك الشيء اللي قسم الله شاركناه معاكم، وهانتوما راحنا قطعناها النص باش نديروه الاخر نشويوه كما تشوفوا. ايوا هذا هو الراس راني غسلته، والدواره هي هذه، وكل شيء راني غاسلاه راني حطاهم يتقطروا. والدواره راني كنديرها في الماء السخون، كنسلقها نقطعها وكنديرها في الفريكو ونخليها حتى نسالي العيد على خاطرو كنجبدها. وهنا اللحم راني درته في الفران كما تشوفوا، راني درت له الملح والكمون ودرته في الفران يتشوى، الفران ديال الطو. ايوا اللحم ديالنا اللي شويناه هو هذا، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم. والفيديو نتاع بولفاف راني نسيت ما طلعتوش فين درنا بولفاف، وقبلوا علينا. وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله هذا الفيديو، حقاش الفيديو ديال بولفاف اللي طيبته كنا حطيناه كاع في الاول، راني نسيت ما طلعتوش. وقبلوا عليا ومرحبا بكم معنا، ونتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. نتمنى ديروا لنا شي بصيمه فضل الله يسا امران، وبالسلامه عليكم وخليتكم على خير ان شاء الله. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم.